لتأجير ألعاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 3 في مصر، زوروا الويب سايت بتاع ماكرومانيا عشان تتعرفوا أكتر على طريقة التأجير والاشتراك، وما تنسوش تستخدموا الكود SK Production زي ما هو واضح قدامكم عشان تاخدوا ديسكاونت على اللعب اللي هتأجروها. السلام عليكم، معكم خالد أحمد من SK Productions، والنهاردة بقدم لكم فيديو جديد عن انطباعي عن لعبة Shadow of Mordor ورأيي عنها لحد دلوقتي. انا عارف ان انا اخرت بشكل كبير جدا ان انا اقدم لكم فيديو عن اللعبة، يعني انا كنت شرحت الاسباب في الفترة اللي فاتت بخصوص ان كان فيها اجازة عيد، واجازة عيد اخرت اللعبة عني بشكل كبير جدا. والمهم ان اللعبة يعني الحمد لله جات لي يعني في الاخر امبارح، وقعدت عليها امبارح يعني وقت طويل جدا. انا شخصيا يعني مش عارف احدد يعني انا قعدت عليها كام ساعة، يعني اقدر اقول لكم فعلا ان اللعبة دي يعني مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لي السنة دي، ان السنة دي يعني ممكن اقول انها كانت سنة محبطة جدا من ناحية ان مفيش لعب تقيلة او لعب حلوة. لكن اللعبة زي Shadow of Mordor يعني في الفترة اللي فاتت انا ما كنتش شايف عليها اي هايب خالص، يعني ويب سايتس قليله جدا كانت بتتكلم عنها، يعني ما كانش في اي بريفيوز كتير للعبه بيتكلموا ايه الفكره بتاعتها. وشخصيا انا كنت شايف انها ممكن تكون لعبه يعني معموله لللور بتاع ميدل ايرث، او زي ما الناس بتحب تقول الافلام بتاعت لورد اوف ذا رينجز، يعني ممكن تكون لعبه عاديه. لان انا شخصيا من ساعه يعني كان في لعبه نزلت زمان اسمها باتل اوف ميدل ايرث، دي كانت لعبه استراتيجي، يعني دي كانت اخر لعبه للافلام او لللور بتاع ميدل ايرث، كانت يعني اخر لعبه كانت تعتبر حلوه. كان قبلها كان في لعب معمول الثلاث افلام الاولانيين، يعني كانت لعب ظريفه الصراحه، يعني ما اقدرش اقول انها كانت وحشه، بس بعد كده ما لقيتش لعب عدله خالص. وكان طبعا في لعبه ام بي جي كانت لعبه فاشله جدا. ففكره ذات نفسها ان انا بصيت على شادو اوف موردر قلت ايه الجديد اللي هم ممكن يعملوه. الصراحه يعني انا ما اقدرش انكر ان انا ما تابعتش ولا حتى شفت الاد كامبين بتاعه اللعبه، لان هم كانوا موضحين حاجات كتير. الحاجه الوحيده اللي كانت لفتت نظري وقتها ان فويس اكتنج في اللعبه جايبين ناس تقال زي ترو بيكر ونولان نورس، لكن غير كده انا ما انتبهتش خالص للعبه. ولما نزلت إن مره واحده كده الناس كلها بتقول انها ممكن تكون انها فعلا من احلى اللعب اللي نزلت السنه دي، وناس صحابي جربوها وصلاح جربها وكله يعني بيأبروف اللعبه انها لعبه حلوه. انا لما جت لي اللعبه زي ما قلت لكم امبارح قعدت عليها وقت طويل جدا، يعني مش عاوز ابالغ، انا ممكن اكون قعدت مثلا من الساعه 3 العصر لحد 3 الفجر مثلا تاني يوم. يعني فعلا اللعبه يعني انا ما كنتش قادر اقوم من عليها فعلا، يعني من استمتاعي بالكومبات بتاع اللعبه دي ما كنتش قادر اقوم من عليها. وانا عارف كويس جدا ان في ناس هتيجي تسال تقول طب هل هي ليها علاقه باساسن سكريد، لان اول ما تم الاعلان عن اللعبه كل الناس قالت دي اساسن سكريد، بس شايلين السكين بتاعها وحاطين سكين بتاع ميدل ايرث. اقدر اقول لكم لا تماما، ما فيش اي حاجه في اللعبه لحد دلوقتي انا شايف ان ليها علاقه باساسن سكريد. اللعبه عامله زي اللعب بتاعت باتمان اركم سيريس ذات نفسها، ونفس الكومبات هو يعني نفس الكنترول سكيم، الطريقه اللي انت بتبنش بيها من سكوير، وبعد كده بتعمل دوس على ترانجل عشان مثلا تصد اي ضربه جايه ناحيتك، وبعد كده سيركل عشان تعمل ستان، واكس عشان تقعد تعمل دوج من مكان للتاني. نفس الكومبات سكيم هو بس اللعبه ليها الانيميشنز الخاصه بيها. الانيميشنز في اللعبه دي حلوه جدا متنوعه بشكل كبير، يعني انا كنت ممكن اقول ان اللعبه لعب الهاكن سلاش في الفتره اللي فاتت ليها انيميشنز حلوه رايز سان اوف روم، على الرغم ان ليها عيوب كتير جدا. واللعبه كانت نزلت في اول السنه دي اللي هي كاسلفينيا لوردز اوف شادو 2، دي كانت اللعب من ناحيه الانيميشنز اللي كانت حلوه، لكن دي بالتحديد ممتعه جدا. الانيميشنز انك انت تيجي تمسك راس الاورك وتقطعها، يعني فعلا الموضوع الصراحه ممتع جدا. يعني انا بالنسبه لي انا كواحد بحب جدا اللور بتاع ميدل ايرث، سواء بقى والافلام او الكتب والكلام دوت، يعني فعلا انا مستمتع جدا باللعبه. واللي كمان عجبني جدا لحد دلوقتي انا مش عارف هل هو ده بقى النيمسيس سيستم اللي كانوا بيتكلموا عنه ولا لا، الفكره اللي هم عاملينها انك انت عندك الانيميز اللي قدامك يعني بيضيف لك حاله تنويع، انك انت مثلا عندك في رانكس للانيميز اللي قدامك، في يعني الرانكس اللي هم العاديين الانيميز عاديين، وبعد كده في كابتنز، وبعد كده في الوار شيفز. انت لو كل مره بتموت بيحصل ان لو حد مثلا موتك
بتعملوا زي بروموتنج مثلا ان هو يبقى كابتن. في بقى بيحصل حالة تغيير مثلا في الرانكينج اللي هو الرانكس اللي قدامك، انها بتبقى بقى في ناس بتبقى كانوا كابتنز ممكن يبقوا وور شيفز، ممكن مثلا وور شيفز ياخدوا مثلا كابتنز مثلا مع الموجودين تحتيهم يبقوا بودي جاردز مثلا معاهم وهكذا. الموضوع في تنويع وفي تغيير بيحصل في وسط اللعبه، بيضيف شكل غريب وجديد في حركه اللعبه. يعني مثلا انت لو عاوز تروح مثلا تقتل وور شيف مثلا، هيكون في 2 كابتنز واخدهم زي بودي جاردز معاهم، لكن انت ممكن تروح تقتلهم هم الاثنين الاول البودي جاردز دول اللي هم الكابتنز دول، وعشان تعرف بقى انك انت تقتل الوور شيف براحتك في الاخر بدون ما يكون في ازعاج مثلا من اي حد. هي سؤالي في يعني الموضوع صراحه حلو جدا وممتاز، ويعني فكرة بتاعت الليمس السيستم دي لوحدها انا شايف انها بتضيف تجديد وتغيير يعني عن اللعب الهاكن سلاشز المعتادة. انك انت انا مش عارف هم عاملين ازاي الموضوع ده الصراحة، يعني هل كل مثلا انمي انت بتقابله في وشك ليه اسم او حاجة زي كده، ولا هم عاملين يعني نظام بيجينيريت مثلا اسم وبعد كده بقى بيعملوا بروموتنج ويلبسوا مثلا يعني ارمور بشكل مختلف. الموضوع الصراحة يعني دي الفكرة دي بالتحديد دي الصراحة يعني عجباني جدا، يعني غير ان الكومبات الصراحة ممتع جدا، والستيلث ميكانيكس في اللعبة رغم انها بسيطة بس كانت حلوة وممتعة. يعني هي ما فيش اي تعقيد فيها، مجرد انك انت بتكراوتش وبتيجي تمشي ورا الناس والاوركس يعني وتموتهم، يعني ما فيش اي يعني حاجة مختلفة عن الموضوع ده. وبالنسبة للقصة يعني انا ممكن اقول انا يعني مش عاوز اتكلم عن القصة بشكل كبير، بس انا عاجبني ان بعد لما اللعبة بتبتدي بشوية بتحاول انها تربط نفسها بشوية احداث في بداية اول 3 افلام اللي هما بتوع لورد اوف ذا رينجز، ففي شوية ديتيلز كده حلوة عجبتني جدا، رغم ان القصة انا شايف انها ممكن تكون ماشية بشكل عادي او تقليدي لحد دلوقتي. اللعبة انا زي ما انتم شايفين انها حلوة جدا، انا استمتعت بيها، انا فضلت طول اليوم امبارح فعلا مش قادر اقوم من عليها وفضلت العبها فترة طويلة جدا. بس كان فيها يعني عيوب بسيطة يعني قابلتها لحد دلوقتي، وهي حركة الكاميرا، حسيت انها حركة تقيلة شوية، وخاصة ان في حتت وانا مثلا في وسط الكومبات بيبقى مش مبين لي مين اللي جاي ناحيتي، بيبقى مخبي مثلا على زاوية معينة مش باين منها مين اللي جاي ناحيتي عشان اعرف اعمل له دوجينج او اعمل له مثلا ستان او اي واتيفر يعني هعمل له ايه. بس الفكرة يعني الكاميرا ساعات بتهبل تهبيل بسيط، بس ما بوظتش عليا الاستمتاع باللعبة. انا بتهيالي ان النهاردة اعتقد ان انا هخلص اللعبة بشكل كامل، يعني قعدت لعبت كتير جدا منها، وان شاء الله يعني هيكون ريفيو بتاعها موجود قريب جدا. ففكرة انا هعمل ريفيو. وابتديت العب بالين ايسوليشن على بي سي، ما لعبتش غير اول ساعة منها، يعني اللي هي ما اقدرش احكم حكم كامل على اللعبة منها او ادي لكم يعني رأي عنها كده بشكل مبدئي، لكن هحاول باسرع وقت ان انا اخلص Alien Isolation. وبس مش عارف يعني ما اوعدكمش، بس اعتقد ان هيحصل سكيب للريفيو بتاع Alien، لان يوم 14 اللي جاي هيكون في لعبتين في نفس اليوم برضو اللي هما Evil Within و Borderlands The Breach Sequel. فدولت يعني للأسف الشديد لو لقيت نفسي ان انا بلعب Alien واللعبتين دولت نزلوا، للأسف الشديد هضطر ان انا اكنسل الريفيو بتاع Alien. بس ممكن ابقى اجيب لكم فيديو اكلمكم فيه عن رأيي بشكل كده بسيط، يعني اقول لكم لعبة تتلعب ولا لا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، يعني يا ريت تقولوا لي رايكم بالنسبه لشادو في موردل لو اي حد لعبها. لو حد ما لعبهاش انا شخصيا انصحك انك انت تلعبها، لو انت بتحب اللعب هاكن سلاش او حتى كنت بتحب الالعاب بتاعت باتمان، اللعبه دي لازم تتلعب. يعني انا عارف ان في ناس ممكن تكونش بتحب مثلا الافلام بتاعت لورد اوف ذا رينجز، يعني فوكك من النقطه دي تماما، يعني بص على الجيم بلاي ذات نفسه، الجيم بلاي بتاع اللعبه دي حلو جدا وممتع جدا. وما تنسوش انكم تقولوا لي رايكم في الكومنتس بالنسبه للعبه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.